النهاردة معانا الخس. الخس مهم للمريض السكري، بيعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم. مش بس كده يا جماعة، مهم. لقوا ان في تجارب لقوا ان هو بيفرز مادة الانسولين اللي موجودة في البنكرياس او هرمون الانسولين، فبالتالي بينظم اقوى لمستوى السكر في الدم. غير بقى ان هو بيعالج القولون وانتفاخات القولون، وبيعالج الشيخوخة والخرف، وبيعالج حاجات كتير قوي قوي. هنتكلم عن أهمية الخس. هو هل فعلا الناس اللي بتاخده مفيد ليهم؟ طبعا مفيد للضغط، ومفيد للسكر، ومفيد لحاجات تانية كتير قوي هنتكلم عليها في الفيديو ده. يا رب بقى الناس اللي مش مشتركين ينزلوا يشتركوا ويعملوا لنا لايك للفيديو ده، ويعرفوا كل الناس ان الخس اللي بناكله مفيد لمرض السكر. يبقى الفيديو مش هيبقى معناه ان هو بيقيك من السكر خالص، لا، هو علاج حلو، يعني خضار حلو ناكله، حلو مفيد، مفيد وخصوصا لمرضى السكر والضغط. فتعالوا بينا نشوف ايه فوائده الاكتر واكتر بالتفصيل الممل. يا ريت ما تزهقوش من الفيديو، كل معلومة فيها هتفكوا بجد، يعني الفيديو ده مهم قوي. طب الخاص ده يا جماعة زي ما انتم شايفين هون عن قرب، لو ليه اسامي في اي دولة عربية تانية اكتبوا لنا تحت عشان الناس كلها تستفيد، يعني في دول عربية ما يعرفوش عن ايه خاص، فتكتبوا لنا تحت اسمه ايه عندكم. اوراق، لقوا ان اوراق الخاص دي الورق، بصوا حتى بتطلع ميه ازاي. لقوا ان اوراق الخاص دي يا جماعة بتحتوي على فيتامينات ومعادن مع كمية قليلة من السعرات الحرارية، مصدر ممتاز لفيتامين ألف وفيتامين جيم والفوليت، الفوليت اللي هو زي الفوليك أسيد كده بتاع الأنيميا وكده، وفيتامين كاف اللي مهم جدا جدا لصحة الدم. بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، عشان كده في الفيديو قلنا ان هو فعلا بيقلل ضغط الدم. أيوة ليه؟ لأنه مهم جدا جدا لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم. النحاس اللي موجود فيه والحديد مهمين جدا في تكوين خلايا الدم، خصوصا خلايا الدم الحمراء، والمنجنيز اللي موجود فيه بمهم جدا لصحة المخ والأعصاب. ومن أهم العناصر الغذائية اللي موجودة في الخس وهي مهمة زي ما احنا قلنا، في حديد، منجنيز، وبوتاسيوم. واعتبر البعض قالوا كده انه عبارة عن ديتوكس طبيعي بيخلص الجسم من السموم. يعني ايه ديتوكس؟ يعني حاجة بتطهر جسمك كده وتنقيه من مجموعة السموم اللي موجودة فيه، وبيخلصك من البكتيريا والجراثيم زي الكليتين بالظبط، هو بيقولوا كده، يعني في ناس بتقول كده. وبالتالي هو مهم وبيساعد مرض السكر بطريقة غريبة، او هقولكوا عليها. زي ايه؟ زي ان هو بيعمل على افراز هرمون الانسولين وفقا لدراسات طبية اتعملت على عدد كبير من المرضى بعد تناول كمية من الخس، تمام. لقوا وقاسوا الانسولين بعدها، لقوا الدنيا بدأت تتحسن والهرمون بدأ يزيد شوية. وهل هو طيب مهم لصحة القلب والأوعية الدموية؟ الخس ده طبعا مهم، ان هو بيحتوي على نسبة حلوة قوي قوي من البوتاسيوم بتحافظ بيها على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة لان هو بيحتوي على الفوليت، بيمنح حدوث مضاعفات في مرض القلب. الفوليت ده مهم جدا جدا. طيب يرتبط ارتفاع مستوى بقى الحمض الأميني في الدم بإيه يا جماعة؟ بأمراض القلب وغيره، يعني أي حد عنده أمراض قلب وغيره فالأحماض الأمينية عنده هتلاقيها كتير شوية. فالناس اللي عندهم انخفاض في مستوى حمض الفوليك عندهم نسبة عالية من الأحماض الأمينية، وخصوصا حمض الهوموسيستين. ولقوا إنك حضرتك الخاصة أكيد كلكم عارفين في نسبة عالية قوي 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 من الألياف. الألياف اللي فيه دي بتساعد على تظبيط مستويات الكوليسترول في الدم، ومضاد أكسدة قوي جدا جدا لأنه فيه فيتامين ألف وجيم وغيره. هل هو بقى، هناخد واحدة واحدة ونتكلم عليه، مفيد لمرض الضغط الدم؟ آه. طب ليه؟ زي ما احنا قلنا برضو هنزيد معاكم ونقرر نقول ان هو فيه بوتاسيوم كتير قوي قوي قوي، فبالتالي بيوفر البوتاسيوم اللي الجسم محتاجه عشان يظبط بيه ضغط الدم، وبالتالي هيقلل آثار ارتفاع الصوديوم
وهيعمل على تمدد الأوعية الدموية طبعا. كل ما كل الوعي ما الدموي يزيد معاك ويتمدد معاك يقدر يستوعب كمية أكبر من الإيه، من الدم. فوائد الخس للأطفال، يبقى الخس مهم لمرضى السكر. أيوة قطعيا حلو كلوه، مفيد. ليه؟ لأنه لقوا إن في دراسات طبية بتقول إنه فيه بيعمل على أفراز مستوى السكر في الدم وبينظمه. طيب هل مفيد لمرض الضغط؟ طبعا. والناس اللي بياخدوا ضغط عارفين يا جماعة ان هو اول، وخصوصا احنا في فصل الشتاء صح، بناكله بنخش الحمام على طول، ده مضر جدا للبول ومهم جدا جدا للاطفال. من الخضروات الحلوة قوي اللي احنا بننصح بيها والدكاترة بينصحوا بيها كتير قوي للاطفال. تمام. طيب هل هو حلو في لو حد عايز يخس وغيره؟ اه حلو في انقاص الوزن. تمام. فبالتالي انقاص الوزن بس بشرط مش تمشي طول عمرك تاكل الخس، لا لا، تضيفيه مثلا لنظام غذائي انك بتغذيه يخسسك او غيره، ممكن تاكل خس. تمام. زي الناس اللي بيعملوا ايه، بيمشوا مثلا بياكلوا حاجات بسيطة في اليوم ويقوموا واكلين مع خيار. الخيار حلو برضو في التخسيس، اللي زي الخيار يعتبر زي بخضار حلو اللي هو الخس. تمام. لقوا ان في بقى ناس بيستخلصوا منه حاجه اسمها زيت الخس. لقوا ان هو جدا جدا مهم جدا، زيت الخس ده بيساعد على تحسين النوم، ودي اتعملت عليها دراسه يا جماعه سنه 2011 على 60 واحد كانوا بيشعروا بالارق، وخدوا حاجه اسمها زيت الخس فالدنيا اتظبطت عندهم. لقوا ان هو قدرة النوم اتظبطت والدنيا بقت كويسة جدا جدا، والناس اللي كانوا بيعانوا من اضطراب النوم والقلق والحاجات دي كلها الدنيا لا بدأت تتظبط والحمد لله. لا جاب نتيجة معايا. طب هل الخس مفيد في صحة الجهاز الهضمي؟ واحنا عارفين ان مريض السكر اكيد عنده مشاكل جهاز هضمي وقولون عصبي وقولون عموما. اه لقوا ان هو بيظبط وبيعالج وبيخفف اعراض يعني الانتفاخ اللي موجود، الاصابات بالاسهال او وجود امساك او وجود الم شديد في البطن. ليه؟ قالوا ان الالياف اللي موجوده في الخس دي يا جماعه دي كلها اوراق، في ناس بياكلوا الورق الاخضر ده عادي او ناس بيقشروه ويقشروه وياكلوا العرق ذات نفسه. قالوا ان الالياف اللي موجوده فيه بتنظم حركه الجهاز الهضمي وبتمنع الانتفاخات والامساكات اللي هتحصل. بيقلقوا ليه بقى؟ لانه زي ما احنا قلنا في ايه، الياف كتير. تمام. لقوا ان في زي ما انا قلت لكم في اول ما مسكته كده، بصوا لو اتكيتوا عليها تلاقوا فيه ميه. الميه دي بيقولوا ان بيحتوي على نسبه حلوه قوي قوي من الميه، فهتطرد لك السموم، وبالتالي لو في سموم في القولون هتشيلها لك ترميها لك في الايه، في تحت في الاخراج. بالتالي مهم بتنظف الجهاز الهضمي، بتقوي المناعه. اه زي ما احنا قلنا برضو في وسط الفيديو كده لو خدتوا بالكم ان هي مضادات اكسده عنيفه، يعني فيها مضادات اكسده قويه جدا جدا، فبالتالي بتحميكي من ان القولون اللي عندك ان يحصل بقى فيه التهابات جامده تدخلك في حاله ايه، كانسر اللي هو سرطانات وغيره فالحمد لله. طيب مضاد التهابي، اه لو حصل شويه التهابات في القولون، وحصل التهابات القولون زي ما انتوا عارفين بتنزل ايه اسهال بدم، لا بيحميك ان شاء الله منه. بتحسن وبتسهل عملية الهضم قوي قوي.